ودليل العافية على وحدة السودان في مناطق مختلفة. يعني مثلا الولاية الشمالية، الولايات اللي دائما هي بيزرع فيها النخيل، والنخيل هو مرتبط علينا دائما بعاداتنا وتقاليدنا وتفاصيلنا وإرثنا، غير هو مخزون رئيسي جدا ما عاد يكون لمواطني المنطقة، لكن هو برضو بشكل اللوحة الجميلة بالنسبة لهم. نعم، غير أنه كمان هو ذكر في عدد من الأغنيات، ذكر في كتابات الشعراء، ويمكن واحد من الشعراء كتب وقال: كفانا النيل أضف خضارة مد العين، كفانا نخيل ونخلة براها ركن فوق قمرتين. خلونا نشاهد هذا التقرير عن النخيل سمة أهل الشيوعان. شجر النخيل من الأشجار المباركة التي خصه الله تعالى بالذكر في كتابه الكريم، ولكونه رافدا للغذاء والبيئة والجمال، كان الاهتمام به من قبل الإنسان كمورد أساسي لحياته اليومية. فبالولاية الشمالية يتعاظم دور النخيل إيجابا ليفي بمعظم حاجيات الإنسان. الولاية الشمالية والتي يزيد عمر النخيل فيها عن 3000 عام، يفوق عدد النخيل بها 6 ملايين، كثروة اقتصادية تسهم في دخل المواطن بحوالي 80%. تتعدد فوائد النخيل لتدخل في عدد من الصناعات التي تدر دخلا وتضيف أبعادا جمالية لحياة الناس. صور عطاء هذه الشجرة تتجلى وبشكل واضح لدى إنسان الريف الذي يبادلها الحنين والوفاء، لكونها تلازمه في كل مكان وتدخل البيوت والقلوب بشكل مستمر. وبجانب أنها تمثل ثروة قومية وحضارية، فهي تماثل الإنسان في كثير من الصفات والمميزات. ارتباط الإنسان بشجر النخيل ارتباط وجداني، فهو يمثل جزءا من عطائه وقوته، وللمكان ارتباط أكثر عمقا باعتباره رمزا للسيادة والانتماء، وإرثا حضاريا يكاد يرتبط بكل تفاصيل الحياة وبالزمان والمكان. يعتبر شجر النخيل من الأشجار التي لا يمكن الاستغناء عن أي جزء من تفاصيله المختلفة والمتعددة، لذا فالحاجة أصبحت ملحة إلى دراسة السبل والتقانات المثلى للاستفادة من مخلفات النخيل كمورد اقتصادي مهم وركن من أركان الأمن الغذائي.